الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وعلى آلائه الجسيمة، حيث أنزل إلينا أفضل الكتب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وشرع لنا أفضل شرائع دينه، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من باب للخير إلا ودلنا عليه، وما من باب للشر إلا وحذرنا منه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى من اهتدى بهديه والسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاسمعوا لقول الله وعو، إذ يقول في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وحدوا الله وصلوا على حبيب الله. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، لا تجزعن إن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. عباد الله، مع الدرس الرابع بعد 30 من دروس الوعظ والإرشاد والتذكير، ومع موضوع مهم، ألا وهو خطورة العين والسحر والمس. عافانا وعافاكم الله من كل سوء ومن كل بلاء. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الآية. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. والآيات في ذكر السحر والعين والمس كثيرة جدا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العين والسحر والمس حقيقة موجودة على هذه الأرض، شكك فيها من شاء، وشكك فيها كثير من الناس، وشكك فيها كثير ممن ينتمي إلى الإسلام
ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ذهب كثير منهم إلى عدم وجود الجن أصلا، يقول لك ما فماش منها الجن هذا، ما فماش، والسحر هذا ما فماش، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، السحر موجود، والمس موجود، والعين موجود، بل ذهب كثير من أهل العلم من المفسرين إلى أن السحر كان موجودا قبل مجيء موسى عليه السلام، بل كان موجودا في عهد نوح عليه السلام، يعني 10 قرون الأولى من عهد آدم إلى نوح عليه السلام كان الناس أمة واحدة على التوحيد، على عبادة الله سبحانه وتعالى، على الصلاح، ولم يكن فيهم عبادة للأصنام ولا شرور ولا شيء من هذا القبيل. في عهد نوح عليه السلام اختلفت الألسن، تعددت الألسن واللغات، وأصبح الناس يتعاملون بالسحر إلى غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني وين ما يجيهم رسول يقولوا ساحر أو مجنون، حتى آخر يعني من إلى الماضي نجد سيدنا نوح عليه السلام. الذي أدانا إلى هذا عباد الله كثرة إصابة الناس بالسحر والمس والعين في هذا الزمان، في هذا الزمان. اذهبوا إلى المقابر وانظروا كيف أن الناس يضعون السحر في المقابر، وهناك سحر يسمى بالسحر المرشوش، يرشونه في الماء، بالماء على أبواب الناس وعلى بيوتات الناس، ويسمى كذلك بالسحر المدفون، يدفنونه إما في البر أو في البحر. كذلك العين، هناك عين، عين محبة، وهناك عين أخرى تسمى العين الحاسدة، وكلاهما يضر الجسد، يضر الجسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان هناك شيء يسبق القدر فهو العين. وقال عن العين: تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما عن المس وعن الأذى فهذا موجود معاين، أن الإنسان يجد ضررا في جسده، في يده أو في رجله، فيذهب إلى الطبيب فيقول له الطبيب: ليس بك بأس، أمورك واضحة، ما فم حتى مشكلة. شنو المشكلة؟ هو يحس بالأوجاع ويشعر أن يده ستتكسر، ومع ذلك يقول له الطبيب: ما عندك حتى مشكلة. فهنا الأمور هذه يلزم نمن بها إيمانا جازما قاطعا، وأن الخير والشر من الله سبحانه وتعالى، ولكن تأدبا مع الله نقول أن الخير منه وإليه والشر ليس إليه، تأدبا مع الله. وإلا في الحقيقة الله هو الذي خلق الشيطان، الله هو الذي خلق الشر، الله الذي خلق الخير. الله يقول سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. فالله سبحانه وتعالى يبتلينا بالخير، كذلك يبتلينا بالشر. ومن هذه الشرور إصابة الإنسان بالعين وبالسحر وبالمس. طيب، هذه أول شيء يلزم نعتقد اعتقاد جازم أن الأشياء هذه موجودة، راه يصاب الإنسان بالعين، وراه آثرها أعظم من السحر والمس. اسمعوها جيدا، إصابة العين، واحد يضربوه بعين راه يؤدى به إلى المقبرة، يهزوه للجبانة، واضح، حتى من الطبيب يحير فيه. هذه إصابة العين، تسقط الشعر، إصابة العين. أي نعم، تجد فيها أمراضا على الجلد، إنسان يضربوه بالعين تجيب كلها يعني حزاز وكذا على الجلد، والعياذ بالله. الفتاة الجميلة تصبح قبيحة، الوليد الذكي القرائي يولي من أغبى الأغبياء. هذه إصابة العين. مال شنو؟ العين، العين حق. ولذلك ورد في السنة المطهرة أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهل وصديقه، كانا في سفر في الصحراء،
فسهل هذا دخل يغتسل، فلما تجرد من ثيابه ماذا قال عنه صاحبه؟ قال: ما رأيت من جلد عذراء مخبأة مثل جلدك. لما رآه من الصفاء والبياض قال له: رأوا الجلد متاعك تاع بدنك خير من جلدك البنت ذيك التي يخبئونها ليحضرونها لزوجها. فسقط مغشيا عليه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: علام يقتل أحدكم أخاه. قال: هل تتهمون أحدا؟ قالوا: نعم، صديقه فلان. فجيء به فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل وجهه وأطرافه، يداه وقدميه، ثم شيئا يمس بالماء شيئا أسفل من سرته، وذاك الماء يصب على سهل من الخلف، من رأسه من الخلف، فيشفى بإذن الله، فعاد كما كان. طيب، يعني إذا كان عرفت الإنسان اللي ضربك بالعين ينجمش يعطيك آثار من آثاره. إيش معناها؟ يعني تعطيك مثال، تعطيك كعبة تمر ويعطيك النواة متاعها، تضعها في الماء، تقرأ عليها بعض الآيات وتشرب ذاك الماء، تشفى بإذن الله، أو أي شيء من آثاره. فإن لم تقدر على ذلك وتقول: لا شيء، أنت ضربتني بالعين، ما تنجمش تقولها. فيتحصن بالتحصينات التي ذكرها الشارع بكلام مفهوم من القرآن والسنة أو الأدعية المأثورة أو غيرها من الأدعية. المهم أن لا تكون فيها شرك أو فيها مجلبة لأسماء الشياطين أو أسماء العفاريت أو ما شابه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم، كان يقول لأصحابه: اقرأوا علي تعويذاتكم، فما رأيت منها من خير ثبتناها، وما رأينا فيها من شر تركناها. يعني مش بالضرورة أن التعويذات اللي نتعوذها تكون من الكتاب والسنة والدعاء المأثور فقط، لا، حتى بالدعاء اللي هو غير مأثور، أدعية أخرى، كلام مفهوم عربي، كلام محمود، لا بأس بالتداوي به. وأول وأفضل ما يتداوى به كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله يقرأ على المريض فيشفى بإذن الله، ويقرأ مع عقد النية. قل لك: أقرأ وعقد النية. إيش معنى عقد النية؟ يعني تعقد أن كلام الله ينفع ويضر، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ما تقول ليش يراه ما ينفعش، لا، بالعكس، راه ينفع ويضر، ينفع ويضر. كلام الله ليس كغيره من الكلام، منه بدأ وإليه يعود، ماكش تقول في كلام عابرة، كلام يعني قديم قدم الذات الإلهية، منه بدأ وإليه يعود، لا نتمثل به تمثلات الكلام العادي، فهو نور. واسألوا أئمة التراويح، واسألوا أئمة الخمس، وقت اللي يدخل للمحراب ويبدأ يقرأ في القرآن فيكاد العرق يتصبب من جسده في شدة الشتاء، يبدأ في البرد قارص، وهو يحس في روحه سخون وداف. الدفء ذاك من جاي؟ من كلام الله سبحانه وتعالى، طاقات نورانية إيجابية. فلذلك يتمسك الإنسان بالله سبحانه وتعالى لطرد هذه الشرور، وكذلك بكتابه العزيز، وهناك آيات مخصوصة لهذا الأمر. هو كلام الله كله طيب، ولكن هناك آيات مخصوصة وصور مخصوصة تقرأها على العين وعلى المس وعلى السحر، يشفى الإنسان في أقرب وقت. أول هذه الصور سورة الفاتحة، وما أدراك ما هي. حتى أن يأتينا المريض فنقول له: اقرأ على نفسك سورة الفاتحة 7 مرات، يرجع لي يقول لي: يا شيخ أنا قريت وما جرى لي شيء. مش باش يجرى لك شيء، أكيد، على خاطر النية متاعك ما فماش. أين هي النية؟ تقرأها بخشوع وتداوم عليها. وانظروا إلى حي من أحياء العرب، لدغ فيهم سيدهم
ويقال في الحديث سليم أي لديغ، لدغ بأفعى أو عقرب. وكان صحابة رسول الله قد مروا بهم فاستطعموهم فأبوا أن يطعموهم، قالوا ما أعطونا ناكل ونشرب رنا على سفر، قالوا لهم لا ما نعطوكمش. فلدغ قائدهم فجاءوا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لهم هل عندكم راق؟ والراق عند العرب يعني طبيب. فسكت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم واحد منهم فقال نعم أنا. قالوا وما علمنا أنه يرق، ما نعرفوش أنه يداوي في الناس، ولكن قال وقال أنا ولكن بشرط أن تضربوا لنا سهما، يعني ندولكم المريض متاعكم وتعطونا الأجرة متاعنا. فقالوا نعم. قال فقرأت عليه سورة الفاتحة 7 مرات في الصباح و7 مرات في المساء 3 أيام، فرجع كما كان فكأنما نشط من عقاله. فأخذنا تلك الأغنام النصيب وعدنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أصحابه يلومونه على ذلك، يقولون كيف تأخذ شيئا على القرآن، كيف تأخذ شيئا على كلام الله، هل علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك؟ فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه القصص قال وما يدريك أنها رقية، رأي الفاتحة أعظم ما يرتقى به الإنسان وأعظم ما يعالج به الإنسان نفسه وغيره. ثم قال لهم اضربوا لي بسهم، من يانا علمتكم حتى أنا خلوا لي الباي باي من تلك الأغنام. الشاهد في الحديث أن كلام الله أثر في السم، أثر في السم إما بإبطاله رأسا أو بإخراجه من الجسد أو بإبطال مفعوله أو بذهاب همه وشره. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لدغ ذات مرة بالعقرب فقال هذه العقرب لا تترك صالحا ولا طالحا إلا ولدغته، فأخذ ماء وملحا، فأخذ الملح في يده الشريفة ووضعها في إناء فيه ماء، ثم وضعها على مكان اللدغة وقرأ سورة الكافرون وسورة الفلق صلوا على الحبيب، فما زال يقرأها حتى شفي. عباد الله، كذلك من الأدوية التي يتداوى بها الإنسان سورة أو آية الكرسي، بعض العلماء يقولون آيتي الكرسي وبعضهم يقول آية الكرسي، لأن يعني خلاف الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية والبقية آية أو أن كلها هي آية، فلذلك قالوا آية الكرسي. آية الكرسي هذه لأن ذكر فيها لفظ الكرسي، هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى في محاربة العين والمس والسحر والشر والأعداء. هذه يقرأها الإنسان دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ويقرأها الإنسان في الصباح وفي المساء يكون محفوظا بإذن الله من كل شر من العين والسحر والمس وما شابه ذلك، يعني بسورة الفاتحة وبسورة بآية الكرسي يستطيع الإنسان أن يجعل حجابا مستورا على نفسه وعياله وعلى غيره. آية الكرسي أمرها عظيم جدا. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حارسا على باب الصدقة. باب الصدقة يعني الأشياء الزكاة اللي تجي من القمح والشعير وما شابه ذلك توضع في مكان، فكان أبو هريرة حارسا عليها. فجاءه في الليل رجل غفلة تلفت منه يلقى رجل كبير بعده يأخذ من مال الصدقة، فمسكه أبو هريرة وقال له لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعني يرحمك الله فإن لي عيال ضعاف ولا أجد ما أطعمهم به. فتركه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الغد، فقال له كذبك وسيعود،
في الليلة الثانية رجع مرة أخرى فمسكه فأقسم عليه أن يتركه لأن له عيال ضعاف حال وليس لديه ما يطعمهم وما يكسوهم به فتركه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية: كذبك وسيعود. راه يكذب في الأقوال متاعه وراه مش يرجع. في المرة الثالثة غضب سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ومسكه بقوة وجذبه جذبا وقال له: سأخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا عبد الله، إن تركتني سأخبرك بشيء لم تسمعه قبل هذا اليوم. قال: ماذا؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فما يزال عليك سلطان من الله ولا يقربك شيطان حتى تصبح. صلوا على الحبيب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصص. قال: صدقك وهو كذوب. رفي سير أيامه ديما يكذب، أما في هذه اصدق. أنك إذا كان قريت آية الكرسي بكل إيمان وخشوع وخضوع لا يقربك شيطان حتى تصبح. إذا كان في الليلة متاعك تقرأ آية الكرسي وفي الصباح تقرأ آية الكرسي فأنت محفوظ من الله سبحانه وتعالى. ولكنها الغفلة، نحن نغفل عن ذكر الله وعن الصلاة والسلام على رسول الله ونغفل عن قراءة هذه التعويذات البسيطة التي شاء ربي سبحانه وتعالى أن يجعلها بسيطة في متناول كل الناس: الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين والإخلاص، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأولادنا نعلمهم إياها وهم ما زالوا صغارا. هذا هو الشفاء وهذا هو الدواء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، السحر يسحر الإنسان الإنسان، أي موجودة، يذهب إلى عراف وإلا عزام وإلا كتاب ولا كذا، يقول لها عمل لي حرز لفلان، والحرز ذاك كتحله إيش فيه؟ فيه مجلبة للشياطين لمرضة الجن أن يعطلوا أحوال ذاك المخلوق. وقال الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. إن شاء الله أن يضر يضره، وإن شاء أن لا يضره لا يضره، بإذن الواحد الأحد. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وحب لبان ذكر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي ووضعه في بئر، فجاءه ملكان وهو نائم، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد عند رأسه وواحد عند قدميه، هذا في المنام. قال: ما بال صاحبكم؟ قال: مقبوب، أي مسحور. قال: ما طبه؟ قال: طبه لبيد ابن الأعصم، ابن الأعصم اليهودي. قال: فيما؟ قال: في مشط ومشاطة وحب لبان ذكر. أين هو موجود؟ قال: موجود في بئر كذا وكذا. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عليا والمقداد وجماعة، ثم ذهبوا إلى ذاك المكان فقال: ادفنوه. وهذا معناها حاجة من الحاجات اللي هي تقع بإبطال السحر. السحر هذا إذا كان موجودا يفك، أما كيفاش تفكه؟ رد بالك، اسمع بالباهي بالباهي. إذا كان أنت وجدت شيئا في البيت وشككت أنه سحر، تأخذه وتجيبه معك بان نتاع ماء وتضعه في الماء مسميا لله وتقرأ الفاتحة وآية الكرسي ومعوذتين والإخلاص وتحكه في الماء، اتفتفته في الماء صحيح ما عاش يضرك بإذن الله. أما ما شكاك وهو موجود سحر وتتحل فيه قد تتأذى وتصاب بمرض في الجلد أو ما شابه ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. يعني
أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. ما سحره؟ سحر التخييل، يخيل إليه أنه فعل كذا وهو من لم يفعل كذا، يتخيل. يقول العائشة، تقول لها نحط لك الفطور، تقول لها ماني افطرت، تقول لها يا أخي وقتاش افطرت، تقول لها ماني عطيت لك تو افطرت، تقول لها لا ما افطرتش، تقول لها هي السيدة عائشة راك ما افطرتش، تقول لها كل حاجة يعملها يخيل إليه أنه فعلها وهو لم يفعلها، من أكل أو شرب أو جماع أو ما شابه ذلك. وكان يشعر أنه مكبل، أي مقيد بالحبال والسلاسل. صلوا على الحبيب. هذا لمن ينكر، وهنا نسمعه في التلف زي يجيبوا فهم، قل لك الرسول ما تسحرش، وهذا السحر مش موجود. شو ما تسحرش؟ هذا موجود السحر، ما لك كيفاش نزل تقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فما زال يقراها حتى فتح الله عليه. وكان يعوذ بها الحسن والحسين، والسحر موجود، يفرق بين الأزواج ويربطون بين الأزواج، الربط موجود، يشوفوه معناه متزوج يمشوا يسحروه، ما عادش ينجم يجامع زوجه، وإلا الزوجة ما عادش جامع زوجها أبدا، ما عادش مدة من الزمن أو طول حياتهما. وهذا من أعمال الشر والعياذ بالله، قسما برب العزة أنهم سيصلون نارا شديدة تلظى حتى يعودوا عن غيهم وضلالهم، لأنهم فرقوا بين الأحبة. يشوف فيك أنت لبس عليك، عندك الدار والكهرباء وتخدم أولادك قريين وزوجك متحجبة ولبس عليها ومزيانة وكذا، ما يحبش، يمشي يكتب لك خطين باش يفرقك بينك وبين زوجتك، باش أولادك يولوا أغبياء في الدراسة، باش تبيع أنت الدار وتهج من البلاصة هذه، يفرحوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعلمون أن الشيطان وضع عرشه على الماء، أي الكرسي الملك متاعه وضعه على الماء، ثم أرسل ذراريه ذريته، ثم إنهم يرجعون في آخر النهار. الأولاد متاع الشيطان كل واحد يخدم، يقول ايش عملت؟ يقول ما زلت به حتى شرب الخمرة. يقول لا عليك، سيتوب ويرجع إلى الله. يقول ما زلت به حتى زنى بفلانة. يقول لا عليك، سيتوب ويرجع إلى الله. يقول الثالث ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته. يقول له تعالى إلى هنا، أنت ابني المفضل. يقبله بين عينيه ويضع له تاجا ويضعه بجانبه. هذا الشيطان رأينا نحكيكم عليه، الشيطان. وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيطان يبعث أولاده في النهار ويسمعهم في الليل، إيش عملت إيش عملت إيش عملت. أكثر واحد يعجب به من يفرق بين الأزواج ومن يفرق بين الأحبة، فما بالك بمن يذهب إلى عراف، من ذهب إلى عراف ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن ذهب إلى عراف وصدقه بما يقول فكأنما كفر أو فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني خرج من الدين، خرج من الملة، تماشي الغادي والماشي يا راجل. قل والله حب الطلاع، أنا حب الطلاع، ولا الناس تمشي للكنائس وتمشي لبيع اليهود لا تدري متى تأتيك المنية. أنت دخلت للكنيسة وهي هبطت عليك مروحة ولا أفريا متاع الكنيسة، تموت غادي، تبعث مع الكافرين والعياذ بالله، سلك هالك بعد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شنو حب الاطلاع هذا؟ فماش حب الاطلاع، فما سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، لأن بعض العلوم علم لا ينفع وجهل لا يضر. ما تقولش إذا كان ما تعلمتهاش راني سأضر، بالعكس، العلوم هذيك علوم التوراة والإنجيل وما شابه ذلك، وعلوم الديانات الأخرى والهندوس والبوذية. تقولني خليني نفتح الكتب باش نشوف البوذية، أنا بوذية متاعك يا ولد، اتعمق في الإسلام، ساعة شد في الإسلام. شوفوا سيدنا معاذ بن جبل وما أدراك ما هو، حافظ لكتاب الله، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعية لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. بعد ما كمل المهمة متاعه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر بهم فسجد بين يدي رسول الله، قال ما هذا يا معاذ؟ ألهذا بعثتك؟ قال يا رسول الله إني رأيت أولئك القوم يسجدون لأساقفتهم وأباطرتهم وأنت أولى بالسجود. قال يرفع رأسك يا معاذ
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ما لهذا أرسلناك؟ يعني شوف سيدنا معاذ حافظ لكتاب الله، عالم بالوحيين، عالم بالحلال والحرام، تأثر بهم، وانت ما زلت يا عبد الله حتى الفاتحة تضلع بها، وانت جابت لي الهندوسية وجابت لي البوذية، وكل مرة وهو في كنيسة لو درك تتأثر بهم، رأيه يعجبك البهرج متاعهم، ما عادش نجم تخرج، فتخسر دنياك وآخرتك. نسأل الله السلامة والعافية. أوصيكم ونفسي بكثرة قراءة سورة الفاتحة والمعوذتين والإخلاص. شفت تشوف روحك راسك يوجع فيه، بدك الكل تحس فيه رزين، شعرك بدا يتساقط، عندك آثار في الجلد، بقاع كذا راهو من آثار العين أو المسي أو السحر، وما تلقاش تلوج وتهلوس، ما تقولش هاو سحرني فلان، هاو مسني فلان، هاو عيني فلان. اسمع، تعرف وش تعمل؟ أقرأ سورة الفاتحة، اسمعها، فما في الانترنت سورة الفاتحة 100 مرة، والله إن نفعها لعظيم، بصوت القارئ هزاع البلوش، تسمع تبقى 100 مرة وانت تسمعها، تو تشوف بدنك كيف يولي بعد، تأثر فيك. آية الكرسي، المعوذتين والإخلاص، والله تنفع، أقسم بالله أنها تنفع، ما تبقاش حابس وتقول هاو عين أو مسها وسحر، كأيا ما تكون أي حاجة، يا أخويا ضربوك بالعين وسحروك وعملونك وعملونك، إيش أنت إيش بتعمل؟ عند العلاج اللي هو القرآن، أتمسك بكتاب الله وأصبر، أصبر، ربما مش يبقى معاك لك أسبوع أسبوعين مدة شهر، أما أصبر، أصبر، ما تكلش، ما تمشيش للعرافين، ما تمشيش للسحرة، داوي روحك بروحك، إذن في أركان البيوت، إذن الله أكبر الله أكبر، أرفع الأذان، خلي كلام الله في الدار، كلام الله القرآن خليه يتلى، مش النهار كل مسلسلات أفلام، مسلسلات أفلام، كيفش بشكون الدار؟ نحي التصاور اللي معلقها الكل، نحي أذكم كل شياطين، لا تدخل الملائكة بيتا فيها صورة أو فيها كلب إلا كلب حراسة أو ماشية أو كلب صيد، نحن الرب في الكلاب، هاو كميش، هاو كذا، هاو كذا، أنواع ما أنزل الله بها من سلطان، يرقدوا فيه حتى في الفرش متاع، يوكل فيه أكثر من يوكل في أولاده، ومن بعد تقول لي هاي هني داخل بعضي، خرج نحي الأشياء هذه الكل، نحي الأشياء هذه الكل، صفي قلبك وصفي دارك وارجع إلى الله سبحانه وتعالى، سيحميك الله سبحانه وتعالى. إني داع فأمنوا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، يا ذا الجلال والإكرام، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم احفظنا من العين، اللهم احفظنا من السحر، اللهم احفظنا من المس، اللهم احفظنا من كل شر، اللهم احفظنا من فوقنا، اللهم احفظنا من تحتنا، اللهم احفظنا عن أيماننا، اللهم احفظنا عن شمائلنا، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم احفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا. اللهم هذه أكفنا قد رفعت إليك، فلا تردها خائبة يا رحمن يا رحيم. اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في زوجاتنا وذرياتنا، ونجحهم ونجحنا، ونجحهم في امتحاناتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.